كرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده وكل اعاده فائده خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين واش تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد، وكي جاتهم عمليه التسجيل. الا بغيتوا تعرفوا اجيو معنا. فضفاض اللي كيديروا ليه السجل الاجتماعي سبقته عناوين اخرى كل مره باش جات لينا الدوله، الا ان الواقع كيكذب هاد المناورات ديالهم اللي كيقولوا بانها غادي تتحقق، بان غادي يبداو يعطيو اليتيم واليتيمه، وغادي يعطيو الارمله، وغادي يعطيو المراه المطلقه وراجلها ما عندوش باش ينفق حتى هو غادي ياخذ. وقاوت الكذوب، وهذا الشيء عهدناه ماشي من دابا، هادشي ماشي جديد. غنمشيو لهذا الشيء اللي داز قريب في كورونا. كورونا قالوا بانهم غادي يعطيو للناس بركوسيدي في ديوركم، اللي عنده 5 و6 دراري ولا دري ولا عاهوه وراسي وغادي نعطيوه، عريح ما تخرجش لينا. الاسماء كيلعبوا بها، هو فعلا الا تسجلت في السجل الاجتماعي غادي غنزيدهم سميتي، اما الاستفاده راه ما غنستافدش. دابا هادشي هذا احصاء، هذا ماشي شي حاجه، فهمتي؟ كيحصيو بنادم. دابا الناس كتجي مع 6 الصباح، كيجي مع بنته صغيره، كيجي مع ولده، فهمتي؟ وهادي كيصابوا اصحابهم مساكن الفلوس، فهمتي؟ كان يديروا شي مسؤوليه يوضحوا لهم، فهمتي؟ بلي هذا السجل. والقيامه واشنو بنادم جاي كيجي مع 6 الصباح وناعس تماك. بنادم ناعس تماك يعني كيصبع بالفلوس وكيصحب شي حاجه. شفت المقاطعه كانت تخلع تماك صراحه، بكل صراحه. يعني يوضحوا للناس، يقول لهم هذا راه غير هادشي ماشي شي حاجه ديال الفلوس، يقول لهم هذاك الشيء راه غير ما يتحصى احصائيات، فهمتي؟ بالنسبه لي انا هذا السجل اللي هو ديال التضامن ديال الموحد اللي هو ديال الاجتماعي هو حقيقه زوين، يعني خبر اللي هو مفرح للناس بالحق، للضعفاء، للايتام، اللي محتاجين، حيت كاين اللي هو عنده راميد وعنده لا سينيسنس. ولكن كنتمنى من هذا الشيء الله يجزيكم بخير، احنا ما كرهناش هذا الدعم، ما كرهناش هذا التضامن، ولكن بشرط كنتمنى من السلطات يصفيو الحساب بعضياتهم، حيت كاين واحد المشكل راه كاين اللي كما كنقولوا حنا الرشوه راه دبر راسهم في هذه القضيه، ولكن كاين اللي عنده لا سينيسيس، كاين عنده يعني لا سمير، وداير هذه القضيه ديال طامع في كيتزاحم على اليتيم والمسكين. هو واحد النوع من التصورات، بعدا كنطرح اسئله، لان بعض الناس كيسحابوا ليهم بان اوتوماتيكمون اللي غيتسجل الاول الغد ليه ولا في السيمانه الاخرى غيكون هو من الاولين اللي غيجي شي قدر كتختلف من التقديرات 1000 درهم كل شنو. كاين كاع بعض الناس اللي كيمشيو للمستوى غادي تسجلوا غيعطيهم، ما عرفت مين جابوا هاد الهضره زعما، صراحه كيسمع كاين اللي كيقول اودي راه غادي يعطوني سكنه، يعطوني دار، يعني كاين مجموعه الحوايج اللي مغلوطه واللي هي اللي كتفسر هاد الاكتضاض وهاد الزحيم.